سيد عبد الله اوزو سائق تاكسي الصنف الثاني سياره الاجره باسفي. حنا الان مريحين في هذا الكوفيد ديال 19، هذا الوباء اللي جا الحمد لله حنا راه مريحين، ولكن للاسف حنا مضرورين. القطاع راه ما بقاش مهيكل كيف ما كان، الدخل النقص، الباترون من ناحيه الروسيطة ما بقاش عندهم، لهذا اضطرونا باش نوقفوا الطاكسيات كاملين، وكان الله يرفع علينا هذا الوباء. وكنشكروا سيدنا اللي دار هذه المبادره اللي باش يستافدوا منها السائقين ديال سيارات الاجره، ولو كاين النص اللي ما استفادش وكاين الفئه اللي استفادت. وكنشكروا الصحافه اللي كتقدم لنا حتى هي يد المساعده باش يتصنتوا لنا ككل القطاعات اللي هي كنترجوا الناس المسؤولين باش يلتفتوا لها النظر ويعطوها اهميه، لان الطاكسي راه مهم في المدينه لانه هو الواجهه تاع المدينه. وكنشكر هاد الصحافه الان اللي حتى هما كيصادروا معنا، وكنشكر السلطات المحليه، وكنشكر جميع الناس اللي كتناضل على هذا الكوفيد، والله يرفع علينا هذا الوباء، وشكرا والحمد لله. اسم ديالي هو عبد الواحد بهيول، كي ناضل المهنه ديال البحري. حنا اختي ما صرحوش بنا مشغلين ديالنا، ما استفدنا ما والو. حنا بحريه، راه بحريه راه ناس ضعاف، كي صافي بنادم كاين صافي كينشف السروال ديالو كينشف جيبو، قال لك غادي يدعموكم غيعطوكم غادي 40000 تاع عندك لاكيس غتستافد انت الاول، هادي وما كاين والو من هادشي هذا. حنا كنتسناو هادي من هنا، بقينا حنا وحنا دابا ولدنا خدمنا في البحر، كل عنده وليداتو كله، انا عندي جنفوس شحال وانا مريح دابا، انا خدمت دابا تقريبا واحد السيمانه ما كاينش تعقل عليك حتى واحد، عندي وليدات وهادي معانات بزاف، من ناحيه المصروف من ناحيه المرض ولدت عندي، خصني الحليب خصني ليكوش فات كورونا نيت مشي السبيطار خصك بزاف تحويج حتى واحد ما والو. الحمد لله، ولكن الله بنادم كيزين لك الامور، الحمد لله بنادم اللي نيته صافيه كيسهل عليه الله. هادشي اللي كاين، رجعنا للبحر بحال كيف العاده، حنا خدامين، صورتي كتجيب ما صورتش ما كتجيبش. اختي انا حداد كنخدم في شودروني، ومني وقعت لي واحد اكسيدون واحد العمليه صافي ما بقاش عندي فين غنخدم، ريحت وما جات مع الوقت ديال الجائحه ديال كوفيد 19، ما بقاش عندنا ما غنديرو. وكنا كنطالبوا باش يتعاونوا معنا شويه بهذا الصندوق اللي قالنا ديال التضامن، حنا اختي ما شفنا حتى شي حاجه، وكنطالبوا بهم الى هداهم الله يديروا معنا شي حاجه، يديروا معنا شي حل. علاش؟ حيت ولينا حنا واصلين دابا اش كيقول لك دير، غتمشي دير بهم شكايه، حنا اللي من غنديروا لهاد الشكايات، حنا ما عارفينش اللي من غندفعوا لهاد الشكايه. كيقول لك سيديرها في السيبير، انا غنديرها في السيبير وغنخلص عليها في السيبير، ولكن اللي من غندفع انا ما عارفش اللي من غتمشي لهاديك الشكايه. كاين غير انا والوالده وخوا دريه هما اللي كاينين، وانا اللي كنتعاون مع الدار كنهود هنا فهمتي، نحاول نقلب على راسي شويه. ودابا مني ريحت مني تضربت في يدي ودير عمليه ما بقاش عندي فيك اشنو غندير. السلام عليكم، معكم عبد السلام طيبي من مدينه اسفي. حنا مول الناس الاولين مضارين في هذه الجائحه ديال كورونا، بيع وشرايه ما عمر الناس هضروا على البيع وشرايه ديال اللي كيبيعوا وشروا في البال، الناس اللي كتبيع وشري في الحوايج الملابس المستعمله، حنا الاولين تضررنا، حنا الاول اول اول الناس تضررنا حنا هما دوك البياع والشرايا اللي كيبيعوا وشروا في ملابس مستعمله. عمر شي واحد ما دوى علينا ولا تسوقنا، اللي كدوي معاه ديما حنا معرضين ديما للمشاكل والصداع في السواق، في مع الديوانه مع الجوندار مع اي بلاصه، حنا ديما دوك الناس حنا ديما الاولين، حنا ديما مضرين، حنا الاولين تعرضنا. ما من حبسنا من السوق ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه، ما عطاونا لا تعويض لا والو، ما تسوقونا السوق حبسوهم لينا، ما كاين والو، ما صيفط لهم في الراميد ما تسوقوناش، صيفطنا لهم في هذا اللي داروا عاوتاني حتى كذا مثال، ما عطاونا لا وقت لا والو. الوالد عندي خدام في البحر حتى هو ميكانيسيان، ما عطاونا تعويض لا والو. انا المزار دي ربيعه كنخدم غير في قهوه مع هذا المرض ديال كورونا، دابا القهوي سادين. دابا عمرت انا ما عنديش الراميد، عندي غير لاكارت، دفعت في لاكارت وداكشي ما تستافدش، ما جاتني حتى حاجه،
لا من المعاونه اللي كيعطوه في الدروبه لا والو، ما عطاوني حتى حاجه. دابا انا ما عنديش بوحدي جالسه، ما عندي حتى حاجه. حتى القهوه اللي كنخدم فيها راه باقي نسادين. دابا شهرين ملي ولاد المرض ما بقيتش خدمت، من المرض ما بقيتش خدمت. دابا كنطلب غير نستافد بحالي بحال الناس، انا ما استفدتش منه والو حتى حاجه. بوحدي كاين اللي الدار اللي شدوا فيها ثلاثه اربعه، وانا بوحدي ما شديتش. كل جد ديور حدايا كاين اللي ثلاثة أربعة شد في هذا الرميد، شد في هذا لاكارت استافد، أنا بوحدي ما استافدتش والو. وكارية محل اللي شتو المحل اللي كارية، راه اش غنقول لكم، راه لا إله إلا الله. هذا الشيء هو اللي كاين.